واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحب الساعد الحلوين الجميلين الفنانين المتابعين الافضل الناس الحلوه اللي بتضحك على طول. يا مرحبا فيكم حلقه جديده فريش من سيتي سكايلاين. شوي طولت عليكم في السلسله انا اعرف، ام سوري، انا اسفون اسفا شديدا، لكن عندنا وايد العاب قاعدين نلعبها. هاي واحده من الاسباب شوي استوت التغييرات في القناه. التغييرات الاساسيه اللي استوت في القناه اولها كان السبب شو اسمه، ان الفيديوهات الحين اسوي لهم مونتاج، اختصر لكم، احاول احط لكم لهم اختصار المفيد الجميل، احاول ما اضيع يومكم كل ساعه ونص تشوفوني انا نفس الحين احط شارع زين، شارع ورا شارع ورا شارع، واسولف 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 وثلاث حلقات اللي نشوفون النتيجة وإلى آخره. فأنا ما بغيت أسوالف، بغيتكم تستمتعون في الحلقة أكثر في الأشياء اللي نحطيها، في الأمور اللي نسويها في القناة أكثر من أول. وأتمنى أن القناة نالت على إعجابكم أفضل من أول بطريقة. وأنا أشوف صراحة يعني كردود فعل مجمل، أنا أحس أنهم أنه زين اللي أنا سويته، زين المشروع كان ناجح، وانتو في النهاية متابعيني وتستاهلون التعب كله صراحة. يعني انتو تستاهلون التعب، اذا انتو ما تستاهلون التعب من يستاهل التعب في النهاية، يعني انتو اللي تستاهلون التعب صراحة. كم رفعته هذا ذكروني، ما اعرف، بس تقريبا كان 18. يعني اشوف ابغى نفس المسافة. انزين الحين اليوم مشروعنا مدينة السياحية. طبعا كان في عندنا كذا مشروع نحن، لحظة صبر ما عجبني، عندنا كذا مشروع انا في بالي زين، بس الحين اللي بنبدأ فيه اليوم راح يكون مشروع المدينة السياحية. والحين ببدأ احط شوي خدمات شويتين، يعني الشوارع وهاي الامور ووصل كهرباء
وخلص الشارع. ها بتقولون الشارع ليش؟ هاي جزيرة كامل سياحية، اللي يبقى أي شيء من أي مكان هي الجزيرة هاي. طيب على فكرة أنا ضفت هني مين أنتم ما شفتوه، المهم ما علينا. انزين، عندنا نقص حاد في الناس زين، وأنا سويت مكان حق الناس كلهم، تحسون المكان وايد عود، بس شوفوا برويكم شيء. أخطر شارع هذا عندي أنا في العالم سويته، شوفوا ربيته والله. شوفوا هاللفة هاي الموت، سوي لهم شارع مرعب، بس شوفوا يشوفوا مناظر وهم جايين، والله شارع عجيب شكله بيكون. هني كانت الخطة، شو هني الخطة؟ اني اجيب شيء نفس لحظة، اي انا ما جبت الماي كالعادة، انسى الماي، لازم انسى الماي. اوكي الحين زين، كانت الخطه الاوليه طبعا، الخطه اللي الحين فشلت، اول شيء بنحط يمينا نبا هاربر. هاربر 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 في السفن زين، بنحط لنا هاربر، بنحط لنا اثنين، حطي ثلاثه، نبا مدينه سياحيه من الدرجه الاولى، نبا قطارات رايحه راده، ومابا خربطان هني، ابو الناس تطلع وتدخل راحتهم ولا كبر. مشكله ما في ون واي فور لين، ما في عندي حاليا. اذا احطي هذا بيكون احس اوفر كل، يعني شيء ما له داعي صراحه. يعني احطي هذا الطريقه هاي. اوكي بحطي تعرفون شو بحطي؟ اوكي بحطي، خلي المواني تكون كبيره، بما ان ابغى حركه اساسيه على المواني، معنى المواني عادي تكون كبيرة. والله هم حتى لو أسويهم علش بس بعيد عن القاطع، والله عادي لو أسويهم كلهم على شارع واحد بعد ما عندي مشكلة. أشوف مع كل المية اللي سويت الواحد نقص مية، أنت بعد مرة واحدة. زين الكهرباء بتيهم مو مشكلة عادي، بأني بلهم كهرباء، بس نحن خلنا نحط لهم باركنات. طبعا هالباركنات منها حلوة منها كهرباء، حسب كذي أنا أحب الباركنات أصلا. عندنا نووي اصلا، موصل انا خط النووي لين هني، يعني ما عندي مشكله مع الكهرباء، موجود عند محطه القطار، يعني الكهرباء وصل لين هني من اخر الدنيا. شوفوا من هاي السلاكه كلهم مشبوكين في النووي اللي عندي هني، النووي هني سوري، النووي اللي هني، النووي اللي هني سد الاحتياج. عندنا اثنين نووي ما شاء الله، شو يسوون صراحه صراحه صراحه، يسوون شغل ولا احلى. اول شيء اوبرا هاوس يكون هني غلط 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 جدا. شو عندنا ناقصنا؟ عماير، الحين ناقصنا عماير صح، يعني نقدر نرجع حق هذيل بعدين نحط العمارة فوق، بس ممكن نحط فندق هني، بحط فندق هني وحديقة، بس مش الحين لا، لان اول شيء نحن بنسوي شو بنسوي؟ بنسوي تعداد سكاني، تعداد سكاني شيء شبه روتيني. طبعا بنبدأ من وسط المدينة، وبحط على ذاك الشارع، ابو ذاك الشارع يتحمل زحمه. انا الحين الاول كنت بسوي المركز حديقه، بس بعدين قلت لا، بقسم الخدمات السياحيه في الوسط على حسب المنطقه اللي انا قاعد استعملها. فمثلا الحين ما راح احط كل الخدمات مكان واحد، بس الحين بسوي فريج واحد مثلا، الحين بسوي انا هاي بس، ما بسوي الباقي كلهم. زين خلينا نسوي لحظه مربع خروجه من هني، مربع هني، هذا خروجه من هني، هذا خروجه، هذا خله من هني بعد، هذا الشارع يبالهم خروج من هني، شبه مربع عندنا هني، نقدر نحط بيوت على راحة نوعا ما، في تقاطعات وسطية أساس نوزع نوعا ما الزحمة. نقدر نوصل هذا هني، بس هني ما في مشاكل، يعني أشكال ما أشكال. ليش هذا بروم أكسره بعد مرة واحدة؟ طيب هني ما عندنا مشاكل كافريج. اوكي مستوى برايه. انزين عندنا ماي، عندنا كل شيء، كهرباء بتوصل لهم عن طريق تحت الارض. تم تم تم. انزين بني بهذا، بنسوي له بينت برش، بنخمل بقعه كامل الى ما لا نهايه يعني، وبنبدا نصبغ هني. شوفوا
الحين انا ما اعرف شو الخدمات وين توصل بالضبط، فلازم اشوف الحين معاكم. مو مشكله على الشارع ترى اسوي بيوت، بس على الشارع هذا انا ما بسوي زحمه، لان هذا الشارع الحين في شيء انا ما سويته واللي راح اسويه الحين وانتم موجودين، اللي هو منافذ الشارع العام. ربا منافذ الشارع العام من المدن، يعني ما بياخذهم من هني، لا هذا جسر وصل بين الاثنين. فابا اي من اخر شيء مثلا ادخل لهم هني مخرج، ويجيب لهم من بداية المكان هذا مثلا مدخل. ليش ما يجيب لهم شوارع اكبر؟ لان الشوارع اوريدي ضخمة عندي، تتحمل اني احط شارع كبير. قدام المخارج بالطريقة هاي نقدر اني يعني شيء كبير بشكل حلو، يعني اني بكبير. ف سوي لهم مخارج مداخل بالطريقة هاي. كهرباء ليش ما وصلت؟ بنحط لهم باركن. هني باركن وصل، بس اوكي باركنين بحط لهم. انزين انا كنت افكر احط هالخدمات هني، بس ما اعرف كم بتغطي، بس شكله بتغطي تغطية حلوة. يعني كان المفروض اول شيء اسوي حديقة، بس بعدين يوم حسبت حساباتي وشفت الخريطة عدل، سوري مش هذين، ويوم شفت الخريطة عدل توقعت انه ما راح يكفي حتى خدمات هناك، خدمات مركزية ما راح يكفي، بس بيكون شكلهم حلو. فأي شيء ثاني بيكون برع هذا النطاق راح يكون عبارة عن خدمات شبه بديلة. يعني شوفوا هذا كم يغطي، هذا يغطي المدخل اللي تحت بس ما بيغطي فوق، لانه ما في وصلات لهني. بس هني الشارع نفسه، اذا انا مد الشارع شوفوا الطريقة هاي، طبعا بنحتاج نوصل الشارع بالطرق هاي على فكرة، يعني بنحتاج اصلا، ما يستوي التقسيم الضخمة هاي من غير هالسوالف. شوفوا شو بيستوي في المستشفى، وين بيوصل، شوفوا شفتوا الفرق. طبعا بنحط مستشفيات ثانية، بس ها مثل ما تقولون عندنا مراكز ضخمة هني، امور ضخمة، سيارات الموت اللي يجون عندنا، جنازات اللي يسوونها بتكون كلها عن هذا الطريق. خدمات ضخمة يعني، خدمات مركزية حق المدينة كمدينة، يعني نحتاج خدمات مركزية. هذا مختبر طبي بنحطي لهم هنا عشان يقاومون أمراض أكثر، بنحطي لهم هذا حق التطوير، خل الجماعة تطور تسوي، ما عندنا مشاكل نحن من هالناحية هاي، لأن عندنا ميزانية، وميزانيتنا مش مفتوحة، نحن مخلينها مفتوحة ترى. سلوب تو ستيب السجن، لازم السجن لأن هاي خدمات مركزية، ما بيضر السجن هني، بس ما بسوي لهم إزعاج في نفس الوقت. فشو بسوي؟ بسوي خطة هني نقول لهم السجن سلوب تو ستيب. أبا أحط السجن، بدبر له مكان الحين. لحظة خلنا نجيب الشارع هذا، ولا أقول لكم ليش، خلنا نجيب الفرشاة، خلنا نسوي الفرشاة لها حجم. إنزين نسوي لها حجم هني، أيوة شو هذا السجن حق الاحتياط، يعني ما تعرف نسجن حد نسوي شيء، عنا مشاكل إجرامية، عنا هالسوالف، لازم نبدأ نحسب حساب بعض الأمور هاي من البداية. يعني مثل الحين بني به هني، شو بنسوي؟ مركز فاير هاوس صح؟ سوري فاير هليكوبتر ديبوت. اوكي الهليكوبتر هاي شو شغلته؟ نحتاج طيارات، نحن استوى شيء هني هناك، الطيارات بتغطي لنا بعض الأمور، وعادي على الشارع العام. الشارع العام حشرة، ما عندنا مشاكل، عندنا هليكوبترات الشرطة. وين صارت هذه هليكوبترات الشرطة؟ حطهم هني، خلت تسوي حشرة هني، شارع عام هني أصلا حشرة، هني مكانه أصلا نسوي هالسوالف، هذا المكان نسوي فيه هالسوالف. أما السوالف الصحية ثانية بنحطيها في نص المدينة. فندق هني ما ينفع، كذا هني ما ينفع، اسمه ما ينفع، بس لو تي للواقع نحن نبغى سوالف. وصلنا كهرباء حاليا، هذا الواقع شوفوا. حطي باركنات عادي، ترى باركنات ومنها تولد كرم، من شكله حلو يعني. شوفوا هني في باركن، ما له داعي بس باركن يعني اتس جود اتس جود. ما له مواصلات، باصات نقدر نحطيه هني، نقدر نحطي ديبوت هني، نقدر نحطي مال التكاسي هني، نسوي شوارع اصغر هني،
نحطي كل الاشياء كل الاشياء مدينه تكون حلوه يعني. نقدر نحط لنا شارع فرعي بالطريقه هاي يمكن ينفعني. زين نقدر نحط لنا تكاسي هنا الحين. ها واحد مش يمكن ينفعني نفعني. ها اثنين ثلاث رح نحط مواقف تكاسي الحين طول المدينه كامله. او هذا بنستعمله بالتستانسو والله انكم لتستانسو هني. هذا بيشتغل تورز بنسوي رحلات سياحيه. بس خلوني شوي خدمه بريد بعد يبغانا هني. اوه سورتنج فاسيليتي بوست اوفيس. هذا مكتب بريد. مكتب بريد لازم ننشره هني. هذا اللي يرتبون الدنيا يرتبون البريد. وبننشر مكاتب. زين دقيقة خلوني بس أنشر بعض الأمور وأجيكم. انزين حطينا نحن معظم الاراضي وهالسوالف وبنحطي عندنا هنا حطيت بيوت انا ليش خلنا في الوسط ونسوي عماير. شوفوا الخدمات اللي بتنقى الحين. شوفوا انتو تريو بس خلهم هاي العماير باقي خلى بيوت. هاي اللي خلهم عماير. انا خلي بينهم فراغات حسب يسوي فرق بينهم فرق كبير. اوكي ما بسويهم كلهم بخلي شوي فضاوة. خلي شوي فضاوة مو مشكلة ما لازم يترصون 100%. زين الحين يبانا خدمة ثانية انا ما حطيتها مهمة بعد اللي كرمتوا خدمة النفايات. عرفتوا خدمة النفايات وايد مهمة. الريسايكلينج بنحط صورة حسنة عن المدينة. بنحط الريسايكلينج عند القطار اللي هنا بالقطار. او يقول يسوون ريسايكلينج وهذا وكذا لا هني لا هني 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 عدله. واللي ما يدري بنسير نحن من عند عقب السجن زي بسوي هني مركز إدارة نفايات. والله يشوفونه من برا على المدينة بس أظن اتسوكي عادي يعني. هذا أساس يدير جميع النفايات في المدينة. الحين ياسين نضيف نحن على أساس إن هذا كله بنحط عليه أساس ثاني. بس مش محتاج بيوت وهذا أكثر لا. أنا محتاج مواصلات فعليا لأي مدينة. محتاج مواصلات ضخمة. أول شيء مواصلات خارجية. نحن عندنا المواصلات الخارجية الأساسية. عندنا مواصلات داخلية هي مطار. توقع المدينة نفسها ما بيكون فيها مطار. لا من أهم المدن يكون فيها مطار. هذا مكان لابد يكون فيه مطار. يعني مطار بيكون مكان نفس هذا مطار. مكان حلو أحسه بيكون مطار وايد حلو بعيد عن حشرة كل حد تقريبا. فبيصير اللي بيصير معانا هو كالتالي. بنحط شارع طبعا اكثر الشوارع اساسية. ف هلا نحط شارع هني. اوكي بنحط لنا مطار في المكان هذا تخيل. شوفوا ما في نويز ما في نويز برا ما في حشرة ما في ازعاج ما في كذا. بس المطار دائما لازم يكون له اكثر من طريق. خلي ينزل فوق السيارات ما عليه. بيكون له أكثر من طريق. لحظة خلي يكون له عدة طرق الناس يجون منه أساس الناس ترتاح نفسيا من تين مطار. تحصل مكان توقف فيه تحصل كذا. لازم باركنات عندنا باركنات عندنا. أوكي المدينة السياحية هاي بتكون شيء خطير ترى. يعني المشروع بحد ذاته مش طبيعي الصراحة يعني. أنا بالنسبة لي انزين الحين خلني بلنا مترو. أول شيء نبغى مترو عند المطار مرة 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 عند المطار. مترو هني نبغى مترو
في الأول المدينة هذه. طبعا لازم مترو عندنا في المركز الأساسي، المركز العاصمة هذا يعتبر، ما يكون في مترو ما يصير. بنحطي لنا مترو هني ومترو هني، المدينة وايد عودة، مترو اثنين ثلاثة أربعة ما يكفي. هنزين الحين واحدة من الأماكن المهمة اللي أنا أشوف حطيها في متروات اللي هي السفن، لأن الناس بتي عندنا صح، وهني بنحطي مترو فيما بعد. الأماكن الباقية الحين ما رسمتها أنا بعدني، بس 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 راح حطي لهم مترو في المستقبل أكيد، لأن المترو مش صعب وايد مدة، بس لازم نحسب حسابه من البداية إنه بيكون في عندنا مترو على أساس نعرف نحن شو قاعدين نسوي. وهذا للمطار، وخط وسطي في يقطع المترو من الوسط على أساس يكون في اختصار المترو نفسه، لأن المترو الحين مثلا في نقطة ألف نقطة باء يرجع، ما لازم يروح نفس المكان. نقطة ألف اثنين ثلاث، ما بالمترو يلف لفة كاملة، لأن عندنا نحن وقت معين يوصل فيه المترو صح. خله ياخذ لفة حول السفن كلها، وخلنا نجيب من المدينة هاي نفسها لأول واحد، بس يرد يوقف نفس المدينة ويروح لهاي النقطة ويوقف. كم نقطة مترو صار عندنا؟ وايد وايد مترو عندنا صار. زين الحين نحن نبى نبدأ في شيء مهم اللي هو حديقة. طبعا لازم يكون عندنا حديقة، تسوي زون بارك. زين حديقة، الحديقة هاي بتكون في البداية على الكورنيش. أول حديقة بتكون على وين؟ على الكورنيش هني. هاي أول حديقة بنبدأ فيها. شكرا. Add items. City Park. أوكي يبان أول شيء City Park. زين. بعدين يبان هذه غير هاي مال اللي هو مال ألعاب مال صغارية. وفي اللي هي اللي يسمونها، والله نسيت اسمها صراحة، نسيت اسمها. اوكي بحط اول شيء سيتي بارك اللي هي مال المدينة. انزين اول شيء يبغانا نحن طبعا اللي هي البوابة الرئيسية بتكون عند الناس، قريب الناس، خلي الناس تستانس. ابى الناس تستانس، انا اهم شيء عندي الناس الحين تستانس. حلو، بنحط بوابة صغيرة سردها. او سوري، هذا البوابة الفرعية الثانية، بوابة فرعية ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، ما عندنا مشكلة في الأماكن. خلنا نكبر شوي هني، ما عندنا مشكلة وايد نحن في البوابات يعني كبوابة. ردي أكيوبايد، هذا ما أقدر أحط بوابة هني للأسف، شكله لأن الأرض مش سيدة 100% ممكن. زين خلنا نرجع، سوري غيرت عنها. الحين بنحط الممرات مال الحديقة نفسها. حديقة ترى ضخمة يعني، مش حديقة صغيرة، هاي حديقة ضخمة بمعنى الكلمة. كيف ضخمة؟ أبغى أسوي شكل بهذه الطريقة، هذا يكون نفس الدوار، عرفتوا اللي يبي يصير يمين اللي يبي يصير مستوى. لحظة، تجاه واحد يستوي، تجاه الثاني أخ ما يركب، في ارتفاعات في نزلات أمورة طيبة يعني. الناس تمشي هنا يعني، احسب حساب الناس مساكين يوم تسوي لهم حديقة، انتو احسب حسابكم تعطونهم ممرات زيادة، اماكن زيادة، خليه يروحون خليه يرجعون خليهم يستانسون. هم جايين حديقة مش جايين يتعذبون يعني، ما تبون الناس انتو تسوي لهم رحلة عذاب. ليش رحلة العذاب؟ في ناس يوم يسوون حديقة ما يسوي لهم لا مداخل ولا مخارج، يبي تشوف زحمة. انا انسان ما احب اشوف الزحمة، احب اشوف ان الشخص اللي يمشي عنده 7000 طريق يستانس يستمتع، يروح يجيب عياله طالعين إجازة مدارس ما متفيق لهم، يبي يعقهم مثلا هني الصغارية. زين خلينا نحط مال الكهرباء لحظة،
بوابات كهربائية. باركن 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 باركن. البوابة الرئيسية مفروض فيها باركناتها، بس هل نسوي مكان باركنات؟ طيب ما يصير هني مكان باركنات. طيب اوكي، مفروض نوصل بشوارع، مفروض المفروض ما يشتكوا من باركن. اوكي لا الحين زين وصل شوارع. انزين الحين اللي بنسويه نحن بنحط مجموعه شغلات صغيره اوكي، ومنها اول شيء الكافيه. الكافيات وزها المساحه بنستغلها، بنحط كافيين هني زين. الله يعزكم، حمامات قدام الكافيات في الوسط من الناس تدخل، وطبعا كالعاده في كل حدائقي احب الراحه للناس، انا بحط لهم هني زين. وبنخلي الحديقة تسوي ستارز لين باكر، ما عندنا مشكلة تسوي نجوم. طبعا سوالف ماي هاي عندنا هني، نحن ماي نقدر نضيف الحديقة. خلنا نضيفه دام الحديقة على الكورنيش، خلت تكون حديقة ضخمة يعني، وما لا داعي تكون حديقة صغيرة. اوكي لازم اكبرها بعد زيادة، بتسوي لها ممرات بعد. ليش عندي اوكي الفيو هذا اوكي. بنسوي لهم سوالف كافيات، هالسوالف على الماي، بنسوي لهم ممر عود، الناس خلها تي خلها تستانس. تحسون ان بزياده شوي، لكن زين، لكن انا اشوفه زين مش بزياده، يعني بيكون شيء وايد حلو. نعطيها ممر السعادة، هالسوالف تزيد نسبة السعادة عند السكان عندكم على فكرة. يعني إذا أنت عندك مشكلة في نسبة السعادة ولا الرضا عن عن المدينة مالك، بكل بساطة هذا اللي تسوي. بس خلنا نسوي هاي الشوارع. الحديقة يستعطين نقطة غير عن الثانية، أهم شيء مكان يقدرون يمشون فيه يعني. زين خلنا نسوي ممر 12 إنه يكون ضمن الحديقة، اللي يدخل الحديقة من بوابة يقدر يهم هني. ولا كيف العالم تمر هني؟ صعب هني، صعب هني. أوكي عندنا ممر واحد واللي هو وايد زين. اوكي هذا معنا معاكس يعني، بس اي ثينك اتس اوكي. اذا شيل هذا احطه هنا مو باحسن؟ هي احسن، شكله احلى. اذا اشيل هذا من هنا احطيه هنا، اخله الحين بعدين بتشوفه. اشيل هذا من هنا اخليه هنا، هنا اخليه هنا. اوكي هذه اللي قاعد اسويه ترى اساسيه وايد. ها بارك بوث، خلينا الاماكن متباعده، خليهم يمشون اماكن وايد. شبه عشوائي صحيح اذا انت قاعد تفكرون بالطريقه الحين، بس دائما الحدائق بالطريقه هاي احسها احلى يعني، مساحات ودنيا والناس تتمشى كل حد في حاله، ما حد يتزاحم مع الثاني. ما احب شغل المزاحم، انا ما احب شغل مزاحم، ما اداني بايش طلع، ما احب حد يتزاحم. خلوا المكان عود كذا. الحين بنسير هني ويسار، عندنا شير، بنكبر لنا برش سترنج، خلنا ننزله. ها اعطيهم شير. ها الحين فعلا حديقه، وكميه الشير اللي فيها مكان يتمشون فيه العالم يا جماعة. لازم يكون في شيار وهذا وزرع ويزيد يزيد يعني سعادتهم، يخلي الناس تستانس، يخلي الناس تفرح، يخلي الناس تبي تكون موجودة. انزين خلنا نحط لنا هنا أول شيء الشارع. انزين بتشوف العمارة الفندق، ايوه
مكانه والله ولا غلطة. تعرفون شو ولا غلطة؟ مكانه مش طبيعي هذا. هذا اللي بيسكن هني والله لا يستانس. مدينة سياحية، حطي عندهم أوبرا هاوس. زين خلينا ننزل الشارع سيده. لازم الف شوي، تم الف 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 لين القى لحظه مكان. مكان يرضى يتوصل في مكان. لحظة شكله لين آخر لحظة بنقعد نسوي شوارع مو يلحق هالمكان هذا. ايوه ما نقدر نسوي شوارع سيدة اصلا حتى لو بغينا. يعني المكان عجيب، اللي يوصل له والله بيستانس. لا هذا خلى هذا الشارع خلاص بتخلص منطقتنا السياحية. يعني والله شارع خطير الصراحة. أيوة علاته لين هني، هاي واي ثاني. شارع خطير والله، إن الشارع خطير هذا مش طبيعي. شوف أي والله اللي هني بيطيح لهذا. هذا أسوي هني على اللفات نفس ريل لايف، لفات يكون محميات. اثنين اوكي، شوارع اخصام محمية. نايس 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 نايس. وقت الحلقة ما يكفي ترى، الحين اعصر وقت الحلقة بعدها ما يكفي. زين انت تعال اعطي لك باركن. باركنات المفروض اشتري مكانها اللحظة ثلاثة. والله اللي بيوصل هالفندق هذا احسه بيستانس. بس عندنا شيء ثاني الحين ابى اسويه، ابى اسوي الكيبل كار. يا جماعة الكيبل كار شيء خطير ترى. ابى الناس ايوه بالعرض وبنقطة من هني لين لين هني. اوكي أبغى قدر الإمكان نازل سيدة. أبغى سيدة مرة 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 فوق الشوارع كلها. أيوة لين وين مركز المدينة لحظة. لين يوصل عندنا لين كيبل كار لين يوصل هنا. وشوفوا يا الكيبل كار، شوفوا يا الكيبل كار كيف بيوصل العالم من هنا. اشو جنب شو حطيته؟ جنب السجن حط. مكان سياحي، ما عليه مكان سياحي، مكان سياحي، مكان سياحي. شوف 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 شو الناس تطلع، الناس تطلع. شوف 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 خلنا نلحق، خلنا نلحق. اوكي شوفوا ربيت خلا سرعة احلى. شوف كيبل كار يا الله، شوف الفندق محلى شكله. نلحق اللي فوق بس ما شال ولا واحد. شوفوا سيارات طالعة سيارات نازلة. منو بيركب هذا؟ خاطر اعرف منو بيركب هذا. بس شوفوا والله عجيب، والله انه عجيب مش طبيعي ابدا.
ابدا فنان. هذا وين صار هذا؟ بالعوزين باكر اذا ما سويت له مفول. انزين نبى كيبل كار ثاني. هي نبى وايد كيبل كار سويت. شوف شو بسوي انا الحين. حليب قلت لكم بحلل ابوه ما صدقتوني. ايوه في نص المدينه والله لانه يخط في نص المدينه. شوف 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 وين بنزله. رقم اثنين نبى كيبل كار ثالث. ما عندك كهرباء؟ بسيطه بين الحين بتحصل كهرباء ما عليه. نبى كيبل كار ثالث زاويته حلوه تكون. ايوه ها وصل لك كهرباء. اي وصل لك كهرباء. زين نبى كيبل كار ثالث. ويت خلينا نرفع هذا شوي هني. ايوه ابى وين؟ ابى يوصل المدينه اللي في وين؟ بس مش بالطريقة هاي. لا هاي هاي الطريقة مش حلوة وايد. ابى يوصل. ايوه اشوف السلك كيف شكله. لا ابى السلك يكون منحدر شوي. ايوه حط الكيبل كار هني. شوفوا الحين شوف تانسوس. زين خلينا نحط مركز الشرطة حق هذا المكان. بنخلي بينهم هاي حق مراكز الشرطة هالشيء هذا. وصلات وايد اوكي. بس شو بسوي بما ان الشارع اصلا كبير وايد ما له داعي وان واي. على اساس الشرطة يروحون يردون على راحتهم. بغير مكان الشرطة الحين اصلا. صبر سترون كيف. ايوه شوف الحين صاروا كل مكان. نبى عيادة. شوي ما اقول لكم بنخلي كل شيء صغير بعيد. ومطافي. شوف هني نفس الشيء نبى شيء يسند المكان. اسعاف للاسف مضطرين. للاسف لان هني ما في شيء فعليا بس في كيبل كارز وناس رايحه رد. شوفوا شوفوا محلى منظر المدينه من فوق. والله انه شيء فظيع. يبالي اسوي اكستنشن هني واحطي مال اوبرا. دقيقه والله مال اوبرا هني بيطلع شيء 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 جميل الصراحه. نسوي بالطريقه هاي. زين نسوي مار لين الشارع نترسه. زين كيبل كار شو اخباره؟ اوكي لا زين هذا يبين ان قاصين في نص الليبل صح. وايد اوكي وايد اوكي. نسوي هذا بالطريقه هاي. وهذا النزله على اساس ان احنا اشتغلنا عدل على اساسه مو بصدق يعني. زين وني بنفس التول هذا هني نساوي هاي شويه. زين وني بشارع من الوسط. شارع ثنائي بس شارع ثنائي. وسوي جسر بين هني وهني. اوكي هذا الجسر ما راح يركب لان في كيبل كار اظني. لان اذا يبنى خلينا نفكر فيها بالعكس. اوكي اذا يبنى شارع بالطريقه هاي ما راح يضبط. خلوا الاوبرا بروحه. زين الحين اللي يحضر اوبرا في مكان نفس هذا الصراحه انسان دامغ انسان فاهم. شوف هني خدمات. يوم نتكلم عن خدمات هني خدمات. وهني نبغى الدكان اللي هو دكان على المنظر هذا. والله ان هذا الدكان هذا رقم واحد. نبى حديقه صغيرونه. نبى حديقه جابانيز جاردن. واحد اثنين ثلاث اول جابانيز جاردن نفس الثيم.
احس شكله حلو بيركب عليها من يبنون هني دكاكين بيكون امورهم طيبه. طبعا هاي المفروض يكون واصل. انا ها واحد من الاسباب اللي كنت بوصل الشارع انه شو اسمه بس توصل باقي الخدمات حقهم يعني. بس بما انه بالطريقه هاي صعب نوصل خدمات حقهم حاليا. من هني اسهل اتصور بيكون. لحظه بيكون بعدها صعب مش سهل مش سهل صعب وايد صعب وايد صعب. بشوف الحل لنا عقب. شوف دكاكين بدأت تبني دكاكين كلاسيك حلوة بسيطة يعني مش انه شيء الخرافي المعقد يعني. لا نوصل كهرباء نفسه حق الكيبل كار يشتغل. شوف الكيبل كار كيف ينزل. انا بشوف الثاني لحظة مسك لنا واحد سوي له فولو. والله صار الموت هذا. شوف الشارع بس كيف مخيف. يوه ووه ويل وين رايحين. السفن قامت تتيه الحين شوي شوي ترى. هلا نشوف في حد طالع فوق. ما حد جاي الهاي واي. وينك دراجة لعبتها من دراجات الجبال. يا الله شوفوا كيف يلف. يا حبيبي هذا اخطر شارع في العالم. مش اخطر واحد بس وايد خطير يعني. انا اقولكم هالشارع فعليا الله حبيبي داعس بعد. لا تسرع هي خف خليك محترم. هني يجون هني يجون هني اوكي هني هني اقرب لهم. الشارع فظيع ترى شيء جميل يعني شيء حلو الصراحه يعني شيء وايد حلو وايد 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 اوكي فظيع. انا بالنسبه لي الصراحه يعني رقم واحد. زين انتوا ليش عندكم مشكله كهرباء ونحن عندنا نووي اسرع سؤال. زين نحن بتواجهنا مشكله ثانيه مثل اختار الحين بيه بناس بيسوي كل شيء. بس المشكله الثانيه اللي راح تواجهنا راح نحتاج سوالف شحن. انا ما كنت بسوي سوالف شحن لكن متاكد بنحتاجها وراح تسوي لنا مشاكل وايد. فشو بسوي بدل القطار وبدل هالسوالف بنركب مال شحن. بنحط سوري سفينة شحن هني لازم شور لنا. اوكي هني زين ورا زين هاي كلهم ممتدين على خط واحد. شوفوا انا بالنسبة لي صناعية يعني هاي الصناعية انا اعتبرها طف خلت تستوي زحمة. خلت تستوي زحمة شو يعني طف شو يعني صناعية هاي لازم بتكون زحمة يعني مش زحمة يعني مش شغالة. هاي الصناعية ما اعرف انا اشوفها بالطريقة هاي كيكون غلطان خبروني انتو في الكومنت تحت. يا خليل انت غلطان. زين وشو بنسوي. لا شو شارع الكبرى واحد اثنين ثلاث اربع اختصارات واحد لازم زاوية مثالية. انزين اثنين كهرباء واحد اثنين ثلاث اربع واحد اثنين ثلاث اربع واحد اثنين ثلاث اربع اوكي ماي موضوع بسيط وصل هنا عند ماي اوكي. شوفوا بالطريقة هذه يعني اوكي. الحين خلنا نوصل ماي بس من النقطة الف للنقطة باء. يا المشروع ضخم اوكي. هاي اظني كان المرحلة الاولى للمدينة الصناعية واظني اصلا الحلقة ما راح تتحمل اكثر من هذا. ان شاء الله تشوفوا الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. لحظة شو رايكم قبل اروح عالطاير مرة عالطاير أول الحلقة سوري. زين بنحطي لنا واحد شوفوا على البحر اوكي بالطريقة هاي. تو ستيب ابا على البحر ابا مال الكارغو. انا ابا على البحر ما يخصني. انا الحين ابا على البحر انا ابا على البحر ما يهمني ابا الحين احطيه على البحر.
هذا كارغو صح؟ ايه شوفوا عند السفن على البحر سوينا له سيف غصب. نباح حصى ويت نباح حصى نباح حصى نباح حصى نباح حصى حصى وين كنا نحط هني؟ ايوه حصى يديك على المكان نباح حصى يديك على المكان بيغرق المطار. خلنا نسوي له حصى يحمي ان شاء الله يحمي الحصى. ان شاء الله يحمي الحصى ان شاء الله ان شاء الله. هذا لانه مطار مطار خطير جدا يعني مش مطار عادي. ها مش مطار عادي ها مطار انا بالنسبه لي يعتبر خطوره عاليه. هذا على اساس الماي ما تطيح. اوكي شوفوا شكله حبيب والله. انا حط هنا حصى هني هذا ما بيبين. شوفوا هني مينا وهني مكان خطير. هلا مكس ماشي احطي فوق بالضبط. لا مكس شويه احطي هاي. شوي هنا في الزرية شوف ها مطار من أخطر مطارات العالم. قال شو قال مدينة سياحية قال شو قال مدينة سياحية قال ما عليه إن شاء الله خير. مدينة تموت هاي. شوف شكل المكان. خلا نسرع الوقت يطلع النهار شوي. بس والله ان هالجانب من يعني استغلال اذا استغليت هالجزيرة انا بروحه يو يا جماعة الخير قسم بالله. انه شو هاي ليش كل شيء انقطع عنها من الكهرباء؟ في شيء مستوي هني؟ شو في شيء مستوي هني يقطع عنها من الكهرباء كل شوي؟ مش عيب ان الوضع. خلنا نشوف وصلات ثانية مع الخط الرئيسي. وصلات ثانية مع الخط الرئيسي والله ما يقصكم كهرباء. بتلعبون انتوا اذا نقصكم كهرباء. شوفوا السفينه هني. طبعا لازم مركز شرطه في الاحوال لازم مركز شرطه لان عندنا مطار. انا حتى مركز شرطه هني. هذا سوري عياده خدمه هذا مطافي وشرطه طبعا اكيد. واذا يبون شيء يروحون السجن الشرطه. الحين ابغى اسوي شيء ثاني وهو اللي يسمونه هذا اوفر كل عاده. خلاص هذه الخطه القاتله يسمونها اللي هو خلنا نحطه على النفق ونصك. هذا من وين؟ من هني لين هني ونشل علامه النفق زين ونطلع شارع جسر صغيرون بالطريقه هاي. هذا مش اختصار هذا ابو الاختصار حق المنطقه. طبعا كميزانية لا تطالعون هالسلسلة ميزانية الزفت. انا اسف على الكلمة لكن هذا الحقيقة. زين شبه تعدل نايس نايس نايس. النفق يطلع دايركت من هني للي يطلعون من المينا. ليش ياخذون لفة حول الجزيرة كامل؟ ليش؟ هذا السؤال. الشيء الثاني اللي ما سويته انا الحين لازم مفروض اني اسويه اللي هو هذا مخرج. زين طبعا ليش في منفذ؟ المنفذ اللي قاعد يستعملونه حاليا اللي هو هذا. شوفوا اكثر ناس تستعمل هذا المنفذ ياخذون يمين يروحون. نبطل الوقت عشان الليل ما يروح. زين بس الحين في عندنا عده منافذ. في ناس تاخذ منفذ مهني ناس مهني ناس من عده اماكن يعني مش من مكان واحد. حتى هني شيء انا هني مفروض اني اغير الصراحه. هني المفروض اني اسوي تقاطع مهني لان اللفه وايد عوده حول الجزيرة. شوف ياخذون لفه. لا ما فرقت وايد ما فرقت ابدا. شوف يا جماعه الخير انا اقول لكم
حلقتنا لليوم اظني صعب ان نحن، ولان انا هي احطي اكثر من اللي حطيته اوريدي، موضوع شوي صعب لان الوقت الحلقه ما راح يكفي. حطيت مدارس عشان يستانسون شوي بس، حتى لفات باصات ما سويت لهم والله. الحلقه القادمه يمكن ان شاء الله. شوف يا جماعه الخير، هذه بدايه مشروع اخطر كل شيء في العالم، اخطر مطار، اخطر بس والله المطار حلو طلع. شوفوا بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، قولوا في الكومنت المطار حلو ولا لا. نشوفكم ان شاء الله حلقة قادمة على خير، بنكمل مشروع المدينة السياحية، مدينة ضخمة جدا، بس طبعا هاي احتجناهم لان هاي اساسيات في كل مدينة. وهني عندنا السفن التيبل يا مكثرها السفن، وليش في حرامي هني وانا عندي مركز شرطة؟ انا اعصب والله، حطي مركز ثاني. ها والله في حرامي، شو قاعد يسرق؟ يسرق الباركن اللي شو بتسرق بالباركن؟ كهرباء؟ تلحس الواير كهرباء يعني؟ يا اخي اقسم بالله العظيم يطلعوا لك بشغلات. المهم مشكورين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.